بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما زال حديثنا موصولا مع سورة المؤمنون، تلك السورة التي قلنا بأنها من السور المكية الخالصة، يعني من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وعرفنا بأن السورة الكريمة افتتحت بالحديث عن صفات المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى آخر الآيات. 10 آيات في أول السورة، حديث عن صفات المؤمنين الصادقين والمؤمنات الصادقات، لأن كل حديث عن الرجال هو حديث عن النساء في الأحكام الشرعية. وسبق أن قلت لكم جمع القرآن بين الرجال والنساء في 10 صفات. الآية اللي في سورة الأحزاب، ولعلكم جميعا تحفظونها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، إلى آخره 10 صفات. فهناك مساواة بين الرجال وبين النساء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، التكاليف الشرعية. الرجل عليه أن يؤدي الصلاة، المرأة أيضا عليها أن تؤدي الصلاة. الرجل عليه أن يؤدي الزكاة إذا بلغ ماله النصاب، المرأة كذلك. الرجل عليه صيام شهر رمضان، المرأة كذلك، إلا إذا وجد عذر معين. الرجل عليه أن يحج البيت متى استطاع، المرأة كذلك. فافتتحت السورة الكريمة بالحديث عن صفات المؤمنين والمؤمنات. بعد ذلك تحدثت السورة الكريمة عن مراحل خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، إلى آخر الآيات. ثم تحدثت السورة ثالثا، تحدثت عن أي شيء؟ عن مظاهر قدرة الله عز وجل. بعد الحديث عن صفات المؤمنين والمؤمنات، بعد الحديث عن مراحل خلق الإنسان، ودايما نقول لكم انظروا إلى التسلسل القرآني، بعد ذلك جاء الحديث عن مظاهر قدرة الله، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. في بضع آيات حديث عن مظاهر قدرة الله وعن النعم التي أنعم الله بها على عباده، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام الإبل والبقر والغنم، وإن لكم في الأنعام لعبرة، عظات وعبر.
وتكلمنا عن كل ذلك في الحلقات السابقة، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليها أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يبقى إذن قلنا بأن سورة المؤمنون افتتحت بصفات المؤمنين والمؤمنات، ثنت بأي شيء بمراحل خلق الإنسان، ثلثت بأي شيء ببيان مظاهر نعم الله على عباده، ثم بعد ذلك ذكرت الناس بأخبار السابقين. طب لما؟ لما؟ علشان تقول للناس: أنتم عرفتم صفات المؤمنين والمؤمنات، وعرفتم مراحل خلق الإنسان، وعرفتم جانبا من نعم الله على عباده، إذن نذكركم بأخبار الأمم الماضية، وكيف أن الأمم الماضية الله سبحانه وتعالى وضع سنة لا تتخلف منذ أن أنشأ هذا الكون إلى أن ينتهي هذا الكون وتقوم الساعة. هناك سنن كونية وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون منذ أن أنشأه إلى أن ينتهي. هذه السنن تتمثل في قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وساق لنا القرآن الحديث عن 25 نبي، قصة سيدنا نوح مع قومه، قصة سيدنا هود مع قومه، قصة سيدنا صالح مع قومه، قصة سيدنا إبراهيم مع قومه. لما لما تقرأ القرآن الكريم تجد تقريبا تلت القرآن؟ إذا كان شوف القرآن وعدد آياته وعدد سوره، لما تقرأ تجد ما يقرب من تلت القرآن في القصة، قصص الأنبياء مع أقوامهم، وتجد معظم السور فيها حديث عن قصص الأنبياء وقصص الصالحين وقصص غير الصالحين. لماذا؟ لأن القصة فيها تشويق. فهنا وتجد مثلا بأن اسم سيدنا نوح تكرر في القرآن الكريم 43 مرة، وقصة سيدنا نوح مع قومه تراها في سورة الأعراف، تراها في سورة هود، تراها في السورة التي معنا، تراها في سورة الشعراء، تجد سورة بأكملها اسمها سورة ايه؟ نوح. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، سورة كاملة. طب لما؟ وتجد أن القرآن كل قصة مش تكرار للقصة، كل قصة لها مقصد معين أو مقاصد معينة.
اتجمع كل هذه المقاصد ترى القرآن الكريم قد بين لك حسن عاقبة الصادقين وسوء عاقبة المكذبين. وسيدنا نوح عليه السلام ده الأب الثاني للإنسانية، الأب الثاني للإنسانية، وعندما جاء الطوفان أهلك مين؟ ما هو أهلك الذين كفروا بسيدنا نوح. ومن الذين بقوا؟ ما هو الذين آمنوا واللي حملهم في السفينة، هم الذين إيه؟ وجعلنا ذريته هم الباقي. فهنا نجد في سورة المؤمنون بعد الحديث عن صفات المؤمنين وعن مظاهر قدرة الله وعن مراحل خلق الإنسان، وبعد أن بين سبحانه دلائل قدرته عن طريق خلق الإنسان وعن طريق خلقه لهذه الكائنات التي يشاهدها الإنسان وينتفع بها، لصلت الآيات بما قبلها، أتبع ذلك بالحديث عن بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام وعن موقف أقوامهم منهم وعن سوء عاقبة المكذبين لرسل الله عز وجل، وابتدأ سبحانه الحديث عن جانب من قصة نوح عليه السلام مع قومه فقال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. سبق أن قلت لكم بأن كل رسالة لها عناصر، لها إيه؟ عناصر: رسول، رسول ودعوة ومرسل إليهم وحوار بين الداعي وهو الرسول والدعاء والمدعوين وهم مين؟ قومه. وتختتم بأي شيء؟ بالنتيجة، بالنتيجة. فإحنا الآن نجد ما الذي قاله سيدنا نوح لقومه، آدي الداعية سيدنا نوح عليه السلام قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الجملة الكريمة قالها كل نبي لقومه، كل نبي أرسله الله عز وجل إلى الناس كانت الجملة الأولى التي يقولها لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد أرسلنا، اللام هنا بنسميها لام ايه؟ لام القسم. والله، وقد اللي هي دخلة على الفعل الماضي للتحقيق، والله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقوم الرجل هم أهله والذين يعيش معهم ويعيشون معه. أدي قوم الرجل، يعني لقد أرسلنا نوحا إلى جماعة من الناس، هؤلاء الجماعة هو يعيش معهم وهم يعيشون معه، هم يعرفونه وهو يعرفهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والتعبير يا قومي يعني يا أهلي ويا عشيرتي، شوف التعبير اللطيف، يا قومي يعني يا أهلي ويا عشيرتي، يا قوم اعبدوا الله، أخلصوا العبادة لخالقكم عز وجل، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. التقوى معناها أن يصون الإنسان نفسه عن كل ما لا يليق. واضح هذا الكلام؟ أدي تعريف التقوى. واحد يسألك ما تعريف التقوى، ما تقفش كده، لا، قل له تعريف التقوى اللي تكررت في القرآن أكثر من 100 مرة. تعريف التقوى أن يبتعد الإنسان عن كل ما نهى الله عنه، أن يبتعد الإنسان عن كل ما نهى الله عنه. يقال
فلان اتقى المنكرات، يعني ايه؟ يعني ابتعد عنها. فلان وقى نفسه من الحديث السيء، يعني ايه؟ ابتعد عن الحديث السيء، من الوقاية. فلان او فلانة تتقي الشبهات. يعني ايه تتقي الشبهات؟ يعني تبتعد عن الشبهات. افلا تتقون، يعني افلا تخافون الخالق عز وجل الذي انعم عليكم بنعم لا تحصى. طب هذا الكلام الذي قاله سيدنا نوح فيه شيء يخالف العقل يا اخوانا؟ فيه شيء يخالف الفضائل؟ فيه شيء يخالف العفاف والطهارة والجمال وكل الفضائل؟ طيب كل اللي بيقوله سيدنا نوح واللي قاله كل الرسول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون. والاستفهام هنا أفلا تتقون للحض على إيه؟ على التقوى. انظروا كيف حكى القرآن رد الأقوال، وكيف أنهم وصفوا سيدنا نوح عليه السلام بجملة من الصفات السيئة، جملة من الصفات السيئة. قال الملأ، وطبعا الملأ كما سبق أن قلنا الزعماء لما كلمة الملأ دي مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من الملء. وسمي الزعماء بالملأ ليه؟ لأنهم يملؤون العيون إيه؟ مهابة. ما تجيش تقول قال الملأ على الشحتين. لكلمة الملأ يعني الزعماء، يعني وجهاء القوم مش الفقراء. قال الملأ يعني قال الأغنياء والزعماء اللي لهم أتباع. قالوا لسيدنا نوح: قال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني قال الزعماء الذين عندهم المال وعندهم الجاه الذين كفروا. يبقى وصف الملأ، يبقى الذين كفروا دي صفة لإيه؟ للملأ. يعني قال الملأ يعني قال الزعماء الذين من صفاتهم الكفر. قال الملأ الذين كفروا من قومه، اسمعوا إلى التهم اللي وجهوها لسيدنا نوح. يبقى قال الزعماء لأتباعهم، الزعماء اللي قالوا لمين؟ لأتباعهم اللي هم يعني اللي بيخدموهم الفقراء، لأتباعهم. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قالوا لأتباعهم: يا جماعة انتوا صدقتم سيدنا نوح عليه السلام؟ بيقولون انتوا صدقتم؟ لا ما صدقوش. فوصفوه بعدة صفات: ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني نوح ده واحد زينا كلنا. بيقول المين؟ لا ايه الجديد اللي جايبيه؟ بيحرضوا أتباعهم على الابتعاد عن مين؟ عن سيدنا نوح. ما هذا إلا بشر مثلكم، ببقى دي واحدة. اثنين، يريد أن يتفضل عليكم، كونوا أنه هو بيأتي بدعوة جديدة، عاوز إيه؟ عاوز أنه يعني اللون من المباهاة، يريد أن يتفضل عليكم، يقول لهم أنا جيت لكم بأشياء أنتم لم تعرفوها، يريد أن يتفضل عليكم. فهل كان سيدنا نوح لما بيقول يا قوم اعبدوا الله كان عاوز يتفضل عليهم؟ أبدا، ده بيرشدهم للخير. يريد أن يتفضل عليكم. التهمة الثالثة: ولو شاء الله لأنزل ملائكة، لو أراد ربنا أن يبعث رسول، طب ويبعثه هيبعث نوح ليه؟ ده بشر زينا.
لكن أرسل وكأنهم يظنون أو يتوهمون أن الرسول لا يكون من إيه؟ من البشر، مع أنه لو كان من الملائكة لقالوا أنت مش طيب إزاي ده أنت الآيات التي في أول سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. الله. طب الملك هيجي لكم ازاي؟ الملك له هيئة معينة، فلو جه الملك بهيئته التي خلقه الله هيكشوا منه، يقولوا الله انت احنا عاوزين واحد يكون نعرفه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فهنا ويريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني لو شاء الله أن يرسل رسولا لجعله من الملائكة. أكثر من هذا، التهمة الرابعة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعناش آبائنا أنهم بيقولون اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا إيه الخالق عز وجل، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. طيب لغاية كده تهم، يعني نقدر نقول قالها غيره، وهكذا الناس في كل زمان ومكان، منهم العاقل ومنهم الجاهل، منهم المهذب ومنهم السفيه المتطاول المغرور، انتقلوا إلى صفة أشد، فقالوا عن سيدنا نوح عليه السلام وهو واحد من أولي العزم من الرسل، قالوا عنه إن هو إلا رجل به جنة، إن هو إلا رجل به جنة، يعني ما هو إلا رجل قد أصيب بالجنون في عقله، يقولون هذا عن نبيهم اللي بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن هو إلا رجل به جنة أي به جنون. طيب إذا كان الأمر كذلك، كأن أقوامهم قالوا لهم طب نعمل إيه؟ فقالوا فتربصوا به حتى حين، يعني انتظروا ترقبوا اسمعوا منه لكن ما تأمنوش بيه. التربص معناه ايه؟ الانتظار. انتظروا فتربصوا به حتى حين، اما ان يموت واما ان تأتي مصيبة تأخذه. ما ايه معنى تربصوا به حتى حين؟ يعني انتظروا حاجة من اتنين، يا اما هتيجي مصيبة تاخده يا اما انه يدركه ايه الموت. هل رأيتم سوء ادب في مخاطبة الرسل كهذا؟ طب ماذا قال سيدنا نوح؟ ماذا اللي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وصفوه بست أوصاف سيئة ومكث فيهم. وسورة نوح عندما تقرؤوها، سورة نوح عندما تقرؤوها تجد أن سيدنا نوح عليه السلام لم يترك وسيلة من الوسائل، من وسائل النصح، إلا وقالها لقومه: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. معنى استغشوا ثيابهم، قالوا يا سلام مش عاوزين نشوفك، ادي معنى واستغشوا ثيابهم، مش ده بيحصل؟ واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. طب يعمل ايه سيدنا نوح اللي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما؟ دعا الله، دعا الله. الآيات اللي في أوائل سورة القمر،
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر وبعد ذلك جاء جانب من قصة إيه سيدنا نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فماذا كانت نتيجة دعوته ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه سيدنا نوح على ذات ألواح ودسر ما تراه مجملا في موضع من القرآن تراه مفصلا في موضع إيه آخر ودي الوصية اللي بنوصيكم بها في كل محاضرة حفظ القرآن حفظ القرآن حفظ القرآن لن يصلح داعية من لم يحفظ القرآن واحنا اتخذنا منهج ومبدأ ليس أزهريا من لم يحفظ القرآن ده كلام بنقوله من سنوات ليس أزهريا من لم يحفظ القرآن لأن حفظك للقرآن يفتح لك أبواب العلم ويجعلك عندما تجادل وتدافع عن الإسلام عندك الحصيلة عندك العلم لجأ سيدنا نوح بعد هذه التهم قال رب انصرني بما كذبون يعني يا رب أسألك النصر على هؤلاء الأقوام الذين وصفوني بأي شيء بالجنون فأوحينا إليه أجاب الله دعاء سيدنا نوح أجاب الله دعاء سيدنا نوح فأوحينا إليه أوحى الله إلى سيدنا نوح أن اصنع الفلك الفلك بمعنى إيه سفينة سفينة أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا بأعيننا يعني برعايتنا وبوحينا يعني جبريل إذا أنت قصرت في شيء يبقى ينزل جبريل يعلمك هذا معنى إيه ووحينا فإذا جاء أمرنا وقت عذابنا لهؤلاء القوم وفار التنور علامة هذه العلامة أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح المراد بالتنور يعني الفرن اللي بيخبز ايه مش معروف الفرن وفار التنور يعني الماء الذي في المكان اللي بتوقد فيه النار موضوع يفور دي علامة أعطاها الله لسيدنا نوح فاسلك فيها من كل فاسلك يعني فاحمل في السفينة من كل زوجين اثنين يعني ذكر وأنثى من كل نوع من المخلوقات ذكر وأنثى من كل زوجين اثنين وأهلك والمقصود بأهلك الذين آمنوا معه إلا من سبق عليه القول منهم سبق القول بأنه لم يدخل في الإيمان وحارب سيدنا نوحا عليه السلام ولا تخاطبني يعني لا تشفع في أولئك الظالمين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك دخلتم في السفينة وبدأت السفينة تجري بسم الله مجريها ومرساها فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ادعوا الله وقل ربي أي يا ربي أنزلني منزلا مباركا
وأنت خير المنزلين. إن في ذلك الذي ذكرناه لكم في هذه القصة إن في ذلك لآيات لعبر وعظات وإن كنا لمبتلين. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا وأن يوفقنا جميعا لما يحبه وأرضاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.